ورجعت لكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعاد الفقره الفنيه الاسبوعيه اللي هنعرض لكم فيها اهم الاخبار الفنيه على مدار الاسبوع في مصر والوطن العربي والعالم. هنبدا باول خبر، وهو يمكن اكتر خبر مثار الجدل من خلاله على السوشيال ميديا، وهو ان الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه اعلن عن التحقيق مع الفنان فكري صادق بعد هجومه على الفنان الكبير سعيد صالح. واكد دكتور اشرف زكي ان التحقيق هيبدا الاسبوع اللي جاي. واعتذر مراد فكري صادق ابن الفنان فكري صادق عن كلام والده على حسابه بموقع فيسبوك، وقال ارتكاب خطأ مفاجئ شيء يوحي عن النية الصافية والتقدير للطرف الآخر وطيبة القلب، وأي إنسان مننا في ساعة غضب أو لظروف مرضية أو خاصة لا يعلمها الآخرون ممكن يغلط، وفي وقت قصير جدا يفهم غلطه ويعترف به ويقوم بتصليحه بشرح الموقف أو الاعتذار بشكل راقي، ودي قمة الوعي والطيبة والتسامح. وكمل كلامه وقال والله يا جماعة أنا في موقف محرج جدا، وربنا يعلم مدى الحزن اللي أنا فيه والنفسية صفر من امبارح، لأني بحب النجم سعيد صالح جدا واشتغلت معاه، وكنت مبسوط أني بمثل قدام نجم كبير وتاريخ كبير، وبحب وبحترم أختي وزميلتي هند سعيد صالح، وبحب أبويا أكيد اللي جابني الدنيا ورباني، حتى لو هو غلطان فهو أبويا ولابد من احترامي له كل ثانية في حياتي. تم طرح البوستر الأول لمسلسل الضاحك الباكي على منصات التواصل الاجتماعي. مسلسل بيتناول سيرة الفنان الجميل نجيب الريحاني، بيشارك في بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقي، فردوس عبد الحميد، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، أحمد علي، ومن تأليف محمد الغيطي ومن إخراج محمد فاضل. أحداث المسلسل بتدور عن حياة النجم نجيب الريحاني من طفولته لحد وفاته، وبيلعب الفنان عمرو عبد الجليل دور نجيب الريحاني. أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم عن عرض مسرحيتها أنستونا على مسرح جامعة مصر يوم 20 أكتوبر، وبتقدم خلال المسرحية مجموعة من الأغاني اللي تعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي. دي تعتبر أول تجربة مسرحية لدنيا سمير غانم، وبتشارك معاها عدد أو بيشارك معها عدد كبير من الفنانين، منهم طبعا النجم بيومي فؤاد، بسنت صيام، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين. مسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب ومن إخراج خالد جلال. الفنانة الجميلة درة بدأت تحضيرات أول أعمالها المسرحية في مصر، واللي بتحمل اسم حتى لا يطير الدكان مع الفنان أكرم حسني. المسرحية من تأليف الشاعر أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، وبتضم المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد أنور. من المقرر طبعا عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر اللي جاي ده على طول. الفنان أحمد صيام والفنانة رانيا فتح الله احتفلوا بفرح بنتهم آية على شاطئ البحر بالعين السخنة، واللي اقتصر فيه الحضور على أهل العروسين فقط وما كانش فيه فنانين حاضرين الفرح. بسنت صيام نشرت مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من الفرح على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وطبعا احنا بنبارك لآية الجميلة وللفنان أحمد صيام والفنانة رانيا فتح الله. الفنان أحمد فهمي أعلن على حسابه بموقع إنستغرام انتهاء تصوير فيلمه الجديد ماستر أكس، وقال الحمد لله فركش تصوير فيلم مستر أكس، شكرا لكل فرد اشتغل وبذل مجهود في العمل، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم. إنتاج طبعا أحمد السبكي، إشراف عام خالد السبكي، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب، أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب. الفيلم من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أس أس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، وبالإضافة لظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف زي أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، وعمرو يوسف.
بدأ آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي تصوير فيلمهم الجديد شماريخ. الفيلم بيشارك فيه كمان أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش، بالإضافة للعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة. الفيلم بيدور في إطار درامي تشويقي أكشن، وحتى الآن ما تمش تحديد ميعاد طرح الفيلم. روجت الفنانة هند صبري لفيلمها الجديد فضل ونعمة عبر حسابها على انستجرام. بيشاركها طبعا البطولة الفنان ماجد الكدواني، محمود حافظ، محمد ممدوح، ياسمين العبد، ومن تأليف أيمن وطار وإخراج رامي إمام. أحداث الفيلم بتدور في إطار اجتماعي كوميدي. الفنانة ماجدة الرومي أعلنت مشاركتها في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى والمقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر اللي جاي، وقالت على حسابها على إنستغرام: يتجدد اللقاء بالأحبة في الرياض ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر 2022 على مسرح أبو بكر السالم رياض بوليفارد سيتي. أعلن المهرجان المصري الأمريكي للثقافة والفنون عن اختيار الفيلم القصير المصري عزيزتي رولا للمخرجة ماري بادير للعرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة للمهرجان، واللي هيقام في مدينة نيويورك في الفترة من 4 ل 6 نوفمبر. ده يعتبر العرض الأول للفيلم، واللي شارك في كتابته وإنتاجه أحمد رشوان، طاني روبير، وتصوير محمد فتح الله، ومونتاج هاني فريد، وموسيقى شريف الوسيمي، من بطولة طاني روبير والكلبة رولا. طبعا الفيلم بيتناول قصة رجل في أوائل الأربعينات واللي متعلق بكلبته العجوز رولا، واللي يعني قربت تموت، وفعلا يعني الكلبة رولا رحلت عن عالمنا بالفعل بعد انتهاء التصوير بأسبوع. خليني أقول لكم يعني أن الدورة الثانية للمهرجان المصري الأمريكي للثقافة والفنون بنيويورك هيترأسها الكاتب الصحفي صفوت يوسف، وهيكون الرئيس الشرفي للدورة الثانية المخرج الكبير علي بدرخان، ولجنة التحكيم برضو هيترأسها المخرج الكبير هاني لاشين، وبتشارك الفنانة المصرية إلهام شاهين ضمن لجنة التحكيم. بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت أخبارنا الفنية. نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من إنبوكس، ونشوفكم الحد الجاي في أخبار فنية جديدة وفقرة فنية جديدة. دايما استنونا، باي باي.